كلنا اكيد ملاحظين ان الجو اليومين دول فيه كده لسعة برد، يعني زي ما بنقول في يعني الانخفاض في درجات الحرارة والرياح طبعا شديدة، فعايزين نعرف ايه الجديد بخصوص حالة الطقس، خاصة مع بداية شهر أمشير المعروف بان هو طبعا بتكون اجواءه مختلفة. نتعرف على حالة الطقس. بينضم لينا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. مساء الخير يا دكتور. مساء على حضرتك وعلى كل السادة في الشارع. اهلا بحضرتك. امشير بيحمل لينا ايه؟ فندم بتكلم مع حضرتك، يعني مع بداية شهر امشير ايه المتوقع بخصوص حالة الطقس؟ احنا بالفعل الحالة الجوية الغير مستقرة اللي تعرضنا ليها على مدار ال 48 ساعة الماضية، كانت ال 48 ساعة الماضية هي ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. سجلت اليوم على سبيل المثال القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية كدرجة حرارة عظمى مع نشاط قوي للرياح كان على أغلب مناطق الجمهورية، لكن بداية من الغد إن شاء الله تعتدل سرعات الرياح وتهدأ على كافة مناطق الجمهورية ما عدا بعض هبات الرياح على مناطق فقط من سواحلنا الشرقية. لكن بالنسبة لدرجات الحرارة وانخفاضها إن شاء الله مكمل معنا الانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل. ايضا بالنسبه لفرص الامطار متوقع انها بدايه من الغد هتقل شده الامطار تدريجيا وهتكون من خفيفه المتوسطه على السواحل الشماليه، لكن في احتماليه ضعيفه ان تصل امطار خفيفه لبعض محافظات القاهره الكبرى. لكن الفتره اللي جايه بصفه عامه يا دكتور، هل هتشهد استقرار في حاله الطقس ولا ايضا هنشوف يعني مزيد من الاضطرابات؟ يعني لو اتكلمنا حتى نهاية الأسبوع، يعني زي ما قلنا غدا إن شاء الله تهدأ الرياح، ولكن غدا درجات الحرارة هتكون مشابهة لدرجات الحرارة اليوم، لكن ربما على نهاية الأسبوع هنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية بمعدل درجة لدرجتين إن شاء الله. إذن يعني لحد بكرة الطقس مشابه للنهاردة، سقوط الأمطار. طيب على المناطق الساحلية هيبقى أيضا في انخفاض لفرص سقوط الأمطار؟ بالفعل فرص سقوط الامطار خلال الايام القادمه ان وجدت هتكون طبعا فرص بكميات اقل. اليوم وصلت الامطار انها كانت غزيره على العديد من المناطق الساحليه زي اسكندريه وبورسعيد وامتدت لمحافظات الوجه البحري. غدا ان شاء الله كل هذه المناطق هيكون عليها ايضا فرص الامطار، ولكنها امطار هتكون ما بين الخفيفه للمتوسطه. من يوم الخميس ان شاء الله هتكون فرص امطار خفيفه وغير مؤثره تماما على مناطق من السواحل الشماليه فقط، وهيستمر الوضع حتى يوم الجمعه القادم ان شاء الله. ايضا يوم الجمعه ربما يكون فيه ارتفاع بمعدل درجه لدرجتين، وفي ظل هذه الاجواء بدايه من غد ان شاء الله هتعتدل وتهدأ سرعات الرياح كليا على كافه مناطق الجمهوريه. بشكرك جدا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دي توقعات حاله الطقس.